فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. شيخ أحسن الله إليكم، بعض أساتذة الثقافة الإسلامية يدرسون في المحاضرات وفي كتب مؤلفاتهم نصوصا من وفي سفر التكوين وفي سفر الخروج يذكرونها، أحيانا يكون موافق لما في الكتاب والسنة، وأحيانا يكون زيادة معلومات ما تدري هي مصيبة ولا في قصص الأنبياء أو فيما حدث، هذا حكمه داخل بالنهي؟ هذا على قسمين. قسم الأول أن يكون القصد من هذا الرد عليهم وإلزامهم، إذا كان القصد من هذا مجادلتهم والرد عليهم وإلزامهم بما في كتابهم فلا مانع من ذلك. أما النوع الثاني هو أن يكون هذا من باب الاطلاع فقط، فهذا لا ينبغي أو قد لا يجوز ويحرم هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر وغلظ عليه مع أنه من باب الاطلاع، فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يأخذ هذه الأشياء وأن يكتبها من باب الاطلاع. علاوة على أن أخبار من قبلنا لا تصدق ولا تكذب إلا ما شهد له الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يشهد له الوحي فإنه لا يصدق ولا يكذب.